أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم تكرار قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف؟ لا بأس إذا كان تكرار أنه يبلغ الناس، لأنك لو اقتصرت على مرة ربما أنه ما يتبلغون كلهم، فأنت تكرره من أجل تبليغ الناس، ولم يرد نهي أنه ما يكرر، هو المقصود منه إبلاغ الناس. نعم.